الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. اسمحوا لنا في البداية نرحب بحضراتكم، ويا ريت لو مش مشترك في القناة تشترك الآن وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة، ويا ريت كمان تشير الفيديو عشان المعلومة توصل لكل الناس. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لي لايك وتعليق أسفل الفيديو. يلا بينا نشوف درسنا النهاردة. ما زلنا مكملين مع سلسلة كلمتين وبس. سلسلة كلمتين وبس سلسلة بنتعلم فيها حل الأسئلة بكلمة واحدة أو بكلمتين. السلسلة دي بتهم في المقام الأول الناس اللي ما عندهاش لغة. لو ما عندكش لغة ما تخافش، لو ما عندكش وقت تذاكر ما تخافش، لو مش عاوز كلام كتير ومش عاوز فيديوهات طويلة وعايز المعلومة من الآخر تبقى السلسلة دي بتهمك أنت بالتحديد. النهاردة معانا إشارة جديدة من الباب الرابع، معانا إشارة من الباب الرابع، سينيال دي فيتو، إشارات المنع. نشوف مع بعضنا كده إشارتنا النهاردة وإزاي نقدر نتعامل معاها ونحلها بكلمة أو بكلمتين. النهاردة معانا ترانزيتو فيتاتو الفيكولو كي ترسبورتانو برودوتو سوسيفامنتي كونتوماري الأقوى. معانا النهاردة ممنوع مرور العربيات التي بإمكانها أن تلوث المياه. يبقى فيتا ترانزيتو الفيكولو كي ترسبورتاندي برودوتو كونتوموناري الاقوى. عربيه محمله مواد ممكن تلوث ميه ممنوعه من المرور. ازاي تقدر تحل اسئله على الاشاره دي؟ النهارده انا جايب لك كلمتين اتنين وبس. ايه هما؟ فيتا وكونسنتيتو. كلمه فيتا فيرو، كونسنتيتو فيرو. امتى تكون فيتا فالسو وامتى تكون كونسنتيتو فالسو؟ فيتا لوحدها فيرو، كونسنتيتو لوحدها فيرو. اما فيتا لو جيت معاها كلمه فوت او جيت معاها كلمه سوستا تبقى فالسو. كلمه فيتا لو جيت معاها فوتو او سوستا تبقى فالسو، وكلمه كونسنتيتو لو جيت معاها روموكيو تبقى فالسو. خلاف كده مفيش. يبقى انا عندي فيتا من غير فوتو أو سوستا، وكونسنتيتو من غير روموكيو. يلا بينا ندخل على أسئلتنا ونطبق الكلام ده عملي في حل الأسئلة. نشوف مع بعض أول سؤال بيقول لي إيه. طبعا الإشارة هي العربيات اللي هي بتحمل مواد بتلوث المية. عايز إيه؟ عايز فيتا من غير فوتو أو سوستا، وعايز كلمة كونسنتيتو من غير روموكيو. كلمة فيتا هيت أقول له فيرو. اتنين، كلمة كونسنتيتو هيت أقول له فيرو. ثلاثة، كلمة كونسنتيتو هيت برضو فيرو. أربعة، كونسنتيتو فيرو. خمسة، هنا أدور على كلمة فيتا أو أدور على كلمة كونسنتيتو مفيش تبقى فالسو. طيب ستة، نشوف كده مع بعض، أدور على كلمة فيتا أو كونسنتيتو ألتقى كلمة فيتا بس معاها كلمة إيه؟ فوتو. طالما كلمة فوتو معاها اللي هو شيستينو أو سيستيرنو فوتو، الخزان الفاضي، كلمة فوتو يعني فاضي أو فارغ، أقول له فالسو. يبقى فيتا مع فوتو تبقى فالسو. طيب سبعة، فيتا أو كونسنتيتو مفيش يبقى فالسو. تمانية، عندي كلمة كونسنتيتو معاها كلمة إيه؟ معاها كلمة روموكيو، كلمة كونسنتيتو مع الروموكيو تبقى فالسو. تسعة، عندي كلمة فيتا، طبعا هنا فيتا معاها سوستا تبقى فالسو. لو فيتا لوحدها من غير سوستا تبقى فيرو، فيتا معاها سوستا تبقى فالسو. يبقى احنا كده حلينا كام سؤال؟ حلينا 9 أسئلة اللي هم كل الأسئلة اللي ممكن تجي لك على سينيالي ترانزيتو فيتاتو الفيكولو كي ترسبورتانو برودوتي كونتوموناري الأقوى. ممنوع مرور العربيات التي بإمكانها أن تلوث الماء. حلناهم بكم كلمة؟ حلناهم بفيتا من غير فوتو السوستا، وكونسنتيتو من غير روموكيو. شكرا لكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعة، وحتى ألقاكم في درس جديد. لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.